ما بدي شي، بس حدا بيقول بعيد الحب ما بدي شي. ما تاخذنا على المطارح وين انت بتفكر. اي حبيبة قلب رامي عياش رح تكون باول ظهور تلفزيوني. اجمل شي بالحب كيف بنذكره؟ كل واحد تقرب مني عرفني على حقيقتي. اني ازوجكم ما باسم الحب. مجنون بيعبي بلش عند رامي وكفى على كل فريق العمل. رح نحتفل سوا بعيد الحب مع رابعة على جديد رامي عياش. حلقة استثنائية بعيد الحب مع البوب ستار رامي عياش. بعدنا مع رابعة الخميس بعد الأخبار على الجديد.